صرنا طوال كمان. أخي بتشكرك كتير، منيح أنك موجود. أنا محظوظ كتير لأنه عندي أخ مثلك، وبشكر ربي. وأنا كمان يا أخي. فرات، ميران، مو هلأ أخي، أجل لبعدين. اسمعني، أنت كتير بتتعب مشان همومنا، وما بتخليني أتدخل بهمومك. تعرف أني موجود إمتى ما احتجتني. أساساً أنت الوحيد يلي أنا بقدر أحكي له عن همومي، وما في حدا غيرك لأحكي له. بس أنا بحاجة لشوية وقت. معك، بس أمي أسماء ساوت كل شي مشانك. بعرف أنه صعب، بس لما بيكونوا يلي بتحبهم جنبك لازم تعرف قيمتهم. وللأسف بهي الحياة الإنسان ما بيعرف إمتى وين ومين رح يخسر. أنت رح تحكي معه؟ خليكي هون. بس لما أعرف كيف بدي أحكي معه. إيه شو رح نساوي؟ بما أنه أجينا لنخلي وش ريان يتضحك، خلونا نلعب شي لعبة. نلعب لعبة؟ مثل شو؟ شو رأيكم بلعبة من دون كلام؟ شو؟ عم تمزحي ما؟ ميران رح يلعب هاي اللعبة ومع ريان كمان؟ ليش؟ بحبها كتير. ميران أنا موافقة، نلعب هاللعبة. ايه منلعبها تمام. ما عندي مشكلة. ميران رح يلعب. انت شفت شلون فرات؟ مثل ما كانوا يقولوا يا هزار، أنا ببكي على ابني وابني بيبكي على ابنه. مزبوط، معك حق. مسكين ميران نهار كتير، لو تشوفيه قد زعل وشلون صار يبكي. وبنتي ريان لسه ما بتعرف شي. لما انت وزهرة طلعتوا من البيت فجأة وبسرعة، انا حسيت انه صاير شي. اتصلت بميران بعد ما رحتوا لأعرف شو مشكلته، بس هو حفيدي ما قدر يحكي لي همه لأنه خاف علي انقهر ويصيبني شي. لو كانت أمه لساتها عايشة كان نام على حضنه وحكى لك كل شي. ألف الحمد لله أنه أنت موجود جنبه وما عم تتركه. تتذكر هذاك اليوم لما كنتوا عم تستنوا ريان بالضيعة وحطيتوا روسكن على بعض ونمتوا سوا هديك الليلة؟ وقتها كنتوا أعداء مثل النار والبارود، فقلت لحالي يا ريت لو في عند ميران أبت الهزار حنون وقلبه طيب ليهتم فيه. أنا دعيت لكم بالسعادة وتضلوا بخير دائما. يا ريت لو بنتي درشا شافت هاي الأيام كمان. يا ريت يا ريت. كنت كتير بتمنى لو إنه درشا عايش لهلا ما كان صار اللي صار. وميران ما كان صار هيك لو أمه كانت جنبه، ما كان عاش العذاب وما كانت أيامه سودة. بس الشيطان يا عزيزي استغلت أنه ديلشا ميتي وساوت يلي ساوته، والمسكين ابني عانى بسببها.